حيث أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار ألبان الأطفال، موضحا توافر ألبان الأطفال بكميات كبيرة في أكثر من 1000 منفذ على مستوى الجمهورية، كاشفا أن 10% فقط من المواليد الحديثة يصرفون الألبان من منافذ الوزارة. وقال وزير الصحة والسكان أن المناقصة الجديدة الخاصة بتوريد ألبان الأطفال ما زالت في طور الإعداد لتوفير ألبان بجودة عالية وبأسعار في متناول الجميع.